بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله. في دراسة The Fundamental of Fundamental Theorem of Calculus. نص هذه النظرية لو كان عندي دالة متصلة على فترة مغلقة، طبعا حيكون في عندي جزئين لهذه النظرية، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. لو عندي الدالة معرفة بهذا الشكل for every x in the closed interval then g is an antiderivative of f، هذا البارت الأول، g is antiderivative of f. البارت الثاني لو عندي f capital is any derivative of f، بالتالي هعرف التكامل بهذا الشكل. إذا كان F يحقق هذا الشرط، وإحنا فصلناه في محاضرة سابقة عندما تكلمنا عن الـ Antiderivative of F. طبعا هنا لو اشتقينا الـ G prime of X، بالفعل الدالة G is antiderivative of F، تحقق هذا الشرط. هذا الجزئين للفاندمنتال ثيرم اوف كالكلاس. برضو عندي حنخذ نتيجة لو كانت الدالة متصلة برضو، وال F is any antiderivative of F small، then نستطيع نكتب برضو هذا التكامل بهذا الشكل. راح ابدا كامل، ابدا اكتب الانتي ديريفيتيف للداله اف، بعد اعوض بالحد الاعلى ناقص الحد الادنى، وهذا اللي في الحقيقه دائما نكتبه اثناء حساب التكاملات. يعني احنا بعد كذا لما نتدرب على المسائل حنوجد التكامل مباشره. طبعا هي الفكره، انا لما كامل داله أقول ما هي الدالة التي لو اشتقيت أحصل على هذه الدالة، يعني عندما نتكلم على الأنتي ديرفيتيف. لكن بعد كذا أثناء حل مسائل بالإمكان نحل مباشرة، لكن عشان نعرف الأنتي ديرفيتيف لهذه الدالة، من أجل أوجد الأنتي ديرفيتيف لهذه الدالة أسأل نفسي السؤال، ما هي الدالة التي لو اشتقيتها الناتج يدي لي الدالة F، أو هذه الدالة احنا حنسمي هذه الدالة F التي لو اشتقيتها الناتج يدي لي هذا، الدالة 2x تكعيب ناقص 5x. بالفعل احنا لو كاملنا باستخدام القوانين التي اخذناها في التيبل، حزود له الاس واحد واقسم على الاس جديد، احصل على هذه القيمة. وتكامل الثابت هنا ماينس 5 ماينس 5x. طيب الان اطبق الكورولاري 5.31، حروح معوض هنا بالحد الأعلى، أعوض أبدأ بالحد الأعلى وأعوض ناقص وأعوض بالحد الأدنى وأحسب الناتج يدي لي 65. حسابات عادية نستطيع حسابها. النظرية، هذه النظرية في الحقيقة فكرتها بسيطة جدا، بمعنى أن احنا حنبدأ نكامل وبعدين نعوض بحدود التكامل. نبدأ نكامل بعد كذا نعوض بحدود التكامل. عند التكامل أبدأ أكامل وبعد ذلك نعوض بحدود التكامل. طيب مثال، find the area of the region between the graph of y sine x and x axis from x0 to y. نوضح هذا الجراف، اهو عندي هذا الجراف، عندي y يساوي sin x، نريد ان نوجد الاريا الموجودة تحت هذا المنحنى ويحدها من الاسفل محور x ومن 0 الى باي. فانا مباشرة حروح مطبق القانون، ابدأ احسب تكامل sin x باستخدام التيبلز، حديني سالب كوزين x، بعد كذا اعوض بحدود التكامل، اعوض بالحد الاعلى اهو
ناقص الحد الأدنى واحصل على النتيجة. نستطيع أن نطبق هذا الكلام على القوانين التي ذكرناها في تيبل سابق، تيبل 5.4. أو كاملنا لما تكلمنا على التكامل الاندفينيت، وارجع عوض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى وهكذا. مثال في هذا المثال نريد أن نوجد التكامل، حبدأ ربع في الحقيقة المقدار، حبدأ أفك هذا المقدار، فكينا هذا المقدار، بعد ذلك أستطيع حساب التكامل، أبدأ حساب التكامل وأرجع عوض بحدود التكامل. في الحقيقة إحنا نستخدم الفندمنتال أوف كالكلاس والكورولاري بشكل غير مباشر وعوض بحدود التكامل. طبعا كلنا شطار في التعويض، نبدأ نعوض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى وهكذا. مثال آخر evaluate، طبعا هذا التكامل إحنا كاملنا تكامل بهذا الشكل بس كان indefinite integral، لكن هذا التكامل definite معرف من 1 إلى 4. فأنا حبدأ قبل المكاملة أبدأ هذه القيم أو هذا الشكل الإكسبريشن، قدر X أرجعها X أس نص، X تكعيب أطلعها فوق بـ X أس 3 وأبدأ كامل حد حد الخمسة X، X تربيع على 2 حزود الأس 1 وأقسم على الأس الجديد وأعوض بحدود التكامل، وهذه كلها حسابات بسيطة أتمنى من الجميع أنكم تحسبوها. طيب ننتقل إلى طريقة التعويض، نوضح. طبعا احنا درسنا طريقة التعويض في التكاملات الاندفنت، حندرسها الآن في الديفنت انتجرال، حنشوف كيف نكامل في حالة لو كان عندي ديفنت انتجرال. احنا في الحقيقة حنستخدم الفاندمنتال ثيروم وحنستخدم الذي في الحقيقة حتعطينا النتيجة التالية، الفاندمنتال ثيروم وفي كل كلاس حتعطينا هذه النتيجة. طيب طبعا في حالة هذا التكامل احنا تكلمنا عليه في محاضرة سابقة اللي هو التعويض، اننا اعوض يو بحاجة وشوف مشتقتها هل هي موجودة ام لا، وتكلمنا على هذه النقطة. الزيادة هنا عندي اللي حدود التكامل، طبعا انا استطيع اعوض حدود التكامل، ابدأ اكامل واشتغل بالتعويض واكمل وبعدين اعوض بحدود التكامل، او اعوض بحدود التكامل من البداية. استطيع اكتب بهذا الشكل، اعوض بحدود التكامل. طيب نحاول نوضح هذا الكلام في الامثلة التالية. او بعد التعويض انا فرضت مثلا اليو جي اوف اكس، المشتقة حقها ايش؟ جي برايم اوف اكس دي اكس، صار عندي هنا اف يو وهنا عندي دي يو، وعندي هنا الحد الادنى اللي جي اوف اي والحد الاعلى جي اوف بي. هنشوف هذا الكلام في الحقيقة من خلال الامثلة التالية. كما قلت نستطيع نكامل وبعدين نعوض بحدود تكامل، كلا الطريقتين صحيحة، او اثناء التعويض اغير حدود التكامل. طبعا واضح هذا التكامل لو يعني افضل فرضية لليو الذي ستعطينا نتيجة صحيحة، افرض اليو بخمسة اكس ماينس واحد، ما ينفع افرض اليو بالقدر، الافضل افرض او الصح افرض يو بخمسة اكس ماينس واحد. طبعا انا يهمني هل الديو موجودة، السؤال مهم. نعم الديو موجودة، ايش الاشكالية؟ الاشكالية بالخمسة هنا، ما في عندي خمسة، طبعا الثلاثة ممكن اطلعها برا هنا، ما في عندي خمسة، فايش اللي اعمل؟ اروح اضرب التكامل في خمسة، حصلت على نفس هذا الشكل الان، وأقسم على كم؟ وأقسم على خمسة، وبالتالي أستطيع أعوض الآن أو هذا التوضيح، أو فرضنا اليو بخمسة إكس، ولاحظوا هنا أو ضربنا أعدنا كتابة التكامل مرة أخرى، ضربناه في خمسة
وقسمنا على ايه؟ على 5. الان استطيع اكتب التعويض. طبعا حدود التكامل ممكن نعوضها من البدايه. فين حعوض بحدود التكامل؟ انا عندي حدود تكامل من كم؟ من 2 إلى 10. انا عندي حدود تكامل اهو من 2 إلى 10. وعندي اليو اللي انا فارضها المغير الجديد يو. فعوض هنا، عوض هنا في الحقيقه. فمثلا اقول عندما اكس ب2 وراح حاط اكس 2 هنا احصل على يو الجديده. اذن الحد الادنى اصبح كم؟ 9. برضه اقول اف اكس 10 واروح معوض فين؟ اعوض برضه هنا واعوض عن اكس ب10. اذن يو الجديده اللي الحد الاعلى 49. اذن التكامل الحقيقي حيكون من كم؟ من 9 إلى 49. بالفعل التكامل الجديد بعد التعويض او صار من كم؟ من 9 إلى 49. خلاص الان كامل، اصبحت عندي المساله بسيطه. حطلع اليو فوق وغير الاشاره، طلعت اليو فوق وغيرت الاشاره. الان كامل ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد. عندي سالب نص زائد 1 حديني كم؟ نص. اقسم على النص وبعد كذا اعوض بحدود التكامل. مثال اخر برضو حنكامل بالتعويض. حفرض اليو، طبعا ما ينفع اخذ اليو بهذا المقدار كامل، اخذ اليو اللي تحت القوس. ليش؟ لانه لو اشتقيته المشتقه موجوده اهي، المشتقه موجوده. هي الاشكاليه بالايش؟ بالاثنين. الاثنين مش موجوده، اروح ضارب هنا في 2 واقسم على كام؟ واقسم على 2. اجرينا نفس الاجراءات اهي واضحه هنا. ضربنا في 2 قسمنا على كم؟ قسمنا على 2. طيب بالنسبه لحدود التكامل برضه نغيرها. انا عندي الحدود القديمه من 0 إلى π/4، فاروح كاتب هنا اكس بصفر، هعوض هنا عن اكس بصفر. ساين صفر هو ناتج التعويض، 1 + ساين 0 يدي لي الناتج كم؟ 1. وبعد اعوض عن اكس π/4، اروح معوض هنا برضه. حيبقى 1 + ساين π/4، 2 تروح من 4 يبقى عندي 2. ساين π/2 ب1. اذا الحد اللي كان حد ادنى صار كم؟ 1، والحد الاعلى صار 2. يلا نكتب التكامل بعد التعويض. حعوض. خلاص شلنا هذه القيمه وحطينا بدلها يو تكعيب، والاثنين كوزاين 2x شلناه وحطينا بدلها ايش؟ حطينا بدلها ديو. الان استطيع كامل بكل سهوله ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد ونحصل على المطلوب. في الحقيقه تعويضات بسيطه وسهله جدا. طيب في عندي نظريه هامه، من خلال هذه النظريه توفر علينا في الحسابات. النظريه تنص على ما يلي: لو كان عندي اف is continuous let f be continuous in the closed interval. اذا كانت الداله f uneven، داله زوجيه، لاحظوا هذه الداله زوجيه، بالتالي بالامكان التكامل من سالب a الى a، حرجعه من 0 واضرب في كم؟ في 2. ها في حاله لو كانت ال f of x even. طيب لو كانت ال f odd، في هذه الحاله ناتج التكامل مباشره، واقول السبب لان الداله f odd. مثال 3 أمثلة. evaluate. طيب ايش الاحظ في الداله الاولى؟ داله زوجيه، داله even function. طبعا احنا الايفن فانكشن نروح نعرف الايفن فانكشن. افترض ان احنا ذاكرين تعريف الايفن فانكشن. الايفن فانكشن لو استبدلت الاكس بسالب اكس تظل الداله كما هي، ما تتغيرش الداله نفسها تمام ولا يتغير فيها شيء. هذه الايفن، يعني روحوا عوضوا عن كل اكس بسالب اكس بتقولوا النتيجه تطلع نفس هذه النتيجه. لكن في حاله الاود، في حاله الاود فانكشن، لو عوضتم عن الاف عن الاكس بسالب اكس ما تطلعش نفس الداله.
هدين الناتج يساوي سالب الدالة الأصلية. هذا بالنسبة للأود. أتمنى تكونوا تذكرتم تعريف الإيفن والأود. فأنا عندي هذه الدالة في الحقيقة، أو لاحظوا هذه الدالة زوجية، لو عوضت هنا X بسالب X لأن الأس 4 حترجع كما هي، عندي X تربيع، لو عوضت أنا X بسالب X ربعه سالب X حترجع الإشارة موقفة. إذن هذه الدالة زوجية، وبالتالي أستطيع أكتب التكامل من 2، وبدال ما كامله من سالب 1 أهو لاحظوا كاملته من 0، وكامل تكامل عادي. طيب نشوف الدالة الثانية. الدالة الثانية فردية، لأنه لو عوضت عن X بسالب X عندي هنا الأس فردي، وهنا الأس فردي، هنا الأس فردي، بالتالي حيدي لي سالب سالب سالب، أطلعه برا حيبقى يحقق هذا التعريف. قربوا الكلام هذا. طيب نأتي إلى المثال الثالث. طبعا المثال الثالث ما أقدرش أقول عليه فردي، ولا أقدر أقول عليه زوجي، يعني هذا الحد، لاحظوا هذا الحد يدل على أنه زوجي، لكن هذا الحد وهذا الحد فردي. فأنا حقسم التكاملين إلى التكامل إلى تكاملين. الحدود اللي فيها الأس فردي أخليها لوحدها، والحدود اللي فيها أس زوجي أخليها لوحدها، بالتالي بحسب النظرية هذا التكامل بزيرو، خلاص ما في داعي أحسبه. قربوا أحسبوه. هذا التكامل زوجي حكامل من 0 إلى 2، السالب 5 أحشيله وحط بدالها إيش 0، وأضرب التكامل في 2، وكامل تكامل عادي وأضرب في 2. هذه بعض الخواص البسيطة. إن شاء الله في المحاضرات القادمة حندرس التكامل العددي، وبعد كذا حنخذ بعض التطبيقات على المساحات والحجوم، وبعد كذا سندرس تكامل الدوال المثلثية العكسية، وبعد كذا ننتقل إلى طرق التكامل. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه آخر نظرية، معليش أنا كنت أفتكر هذه آخر فقرة. هذه برضو نظرية هامة جدا، إذا كانت الدالة متصلة فتفاضل هذا المقدار حيديني الدالة F of X، وإثباتها بسيط جدا، إثباتها بسيط جدا بإمكانكم تثبتها. فحيديني الدالة التكامل، وروح شايل T بالX، أشيل T فيها، يعني أكتب يعني بسيطة جدا. وأحيانا تأتي في الاختبارات الأولى، وكثير من الطلاب والطالبات لا يوفقوا فيها. ما يحتاج شيء كامل، ما يحتاج شيء كامل، أنا ما قلت تحققوا، أنا أريد تطبيق النظرية. فمثلا عندي هذا المثال مطلوب المشتقة، مباشرة حروح كاتب نفس الدالة، أهو شوفوا نفس الدالة كتبتها هنا، لكن أنا استبدلت كل تي بإكس. لو قلت تحققوا، تحققوا من الناتج، يعني طبقوا النظرية ثم تحققوا، فتحققوا من الناتج. أنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.